ابي قصة الحادث اللي صارت عليك يا بيار. يا ابن الحلال دق علي لافي وانا مع الخ لافي صلاح. ايه قال مزبطينه اسمه العشاء وفي حلا لا يروح عليك في حلا انا احبه راعي واجيك داعس طال عمرك. وفي واحد معطيني شريط يقول العيسى هذا نادر ما هو موجود وانا اخذه طول عمرك وانا اشغل عيسى طلعت كيس يا رباجي. طيب كيف تصرفت؟ انا اسمع الناس يقول له هذا خذ يسار احذف وانا احذف يسار يوم حذفته ضرب معي ما وانا ويتاجلق السياره ويجي زحف على اليسار زحف زحف وانا طالع على السياره اللي بغيت اصدمه اللي واقف بوجهي الله لا يوفقه هذا هو يطالع فيه بثواني كذا تقول الدنيا وقفت وشوفها يشرب عصير ويقول لي كذا ولا انا احسبها خلاص انا سلمت والله سلمت نفسي واشوفه قايل وطالع فيه دريت طول عمرك السياره معترضه توجهت عكس كذا تقف يوم وقفت بس عهدي بنفسي السياره اللي بغى يصدمني قال من عندي روح ولا انا يا ولد معي دوخه ما ظهر خوف ما هو دوخه برت ولا الناس هم تجمعت ذري عند مطعم واسكن سير الناس ما هو مدري هو بيك لا الناس هم تجمعت من يسر ويفتح الباب واحد اخلعني ما ادري ايش انا ما فيني شيء بس ليه بالخوف ها ليه الناس تشوف اثرها دايره فيه مرتين بثلاث وانا ما ادري عن نفسي ولو نفك الباب ما في شيء انا ذو يفك شو اسمه يفك هذا قلت يا ولد بسم الله ما فيني شيء يا ابن حلال وينفون علي يا ابن حلال ما في شيء وشوية مرر معي وهي تكبر انت عاكس لا يقولون انت عاكس انا ماني عاكس انا بغيت اموت يقولون انت عاكس وش مودك منك انت